ميكس يتأثر بعد سؤالهم عن ضحى، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بالأمس التيك توكر ميكس صعيد لايف وقام البعض منهم بطرح سؤال على ميكس، وينها ضحى؟ كان ميكس كتير متأثر بعد سماع اسم ضحى، وهذا الشي اللي خلى الجمهور يتوقع انه الامور بلشت تتصلح بينه وبين ضحى، ويمكن نشوف صلح قريب بينهم. ويذكر ايضا انه ميكس حاليا متواجد في دبي مع صديقه عبسي، وضحى متواجدة في تونس مع عائلتها. شو رأيكم بالقصة؟ كلمة الحق تعال يا اسطى تباع باي انت. بقول لك يا ضحى، فيه ضحى مش حواليك؟ ماشي، طب صل على النبي. صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، كيفكم؟ شخباركم؟ ايش عاملين؟ اول حاجه شوفوا الفلره بالحمراء. خدم الضوء. اوكي سوري. اول حاجه لازم نشرب القهوه نتاعنا، وخذيت ديلونيك.